وذلك إثر نوبة قلبية ألمت به صباح هذا اليوم. وقالت المصادر إن الرئيس توفي قبل وصوله إلى المستشفى رغم محاولات الأطباء إعادة النبض إلى قلبه المتوقف. عم بيحكوا عن رئيسنا؟ بدي نتكتم على الخبر، ما بدي حدا يا رب. السيدة نورة سعد والتي تبلغ من العمر نحو 40 عاما، وستشغل منصب الرئاسة لمدة عام واحد إلى أن تتم الانتخابات. وهي أم لفتاة من زواج سابق ولها طفل من زواجها الحالي. السيدة الرئيسة ستكمل فترة ولاية سلفها، أمامها العديد من الملفات التي قد ترهق كاهلها. وهذا ما يدفعني للعمل بجهد خلال الفترة المتاحة لحل بعض القضايا العالقة. هناك ملفات كبطالة الشباب، التراجع الاقتصادي، الغلاء المعيشي. واضح فرص عمل، ما هو مبين للناس المهمة. سنة قد تبدو قصيرة في عالم السياسة، ولكننا بالجهد والتعاون نستطيع أن نفعل الكثير. معقولة يعني؟ خلي الناس جزء من القرار؟ الناس ما بتعرف تقرر لحالها، الناس بدها حدا يقرر لها. بدي اياك تستلمي منصب سفيرة الشباب. سهر نورة مش جايبتها على خير.